You have about 20 minutes before you're completely paralyzed. You're crazy. Just a special relaxant to make things easier on both of us. And minute one, your fine motor skills will start to go. And minute 10, your legs will begin tingling. At minute 15, your legs will give out altogether. To eighteen your breathing will become labored. And just before everything shuts down on you. Your voice. ايه زيكم يا جماعه عاملين ايه ورجعنا لكم مع مراجعه فيلم دونت موف من الممثلين الامو وبطوله الفيلم كيلسي اسبل وفين ويتروك ودانيال فرانسيز والفيلم من اخراج براين نيتو وادم شاندلر بالنسبه لبراين نيتو فيلم دونت موف يعتبر ثاني فيلم طويل يخرجه بعد فيلم دليفري ذا بيست Within اما بالنسبه للمخرج ادم شندلر ففيلم دونت موف يعتبر برضه تاني فيلم طويل يخرجه بعد فيلم انترودرز الفيلم نزل على المنصات الرقمية وتحديدا منصة نتفليكس يوم 25 اكتوبر سنة 2024 كالعادة وفي اخر كل مراجعة حابب اقول كلمتين فاللي عايز يسمعهم يستنى لاخر الفيديو او يجري المراجعة ويسمعهم الفيلم بيحكي عن فتاة شابة متزوجة وكان عندها طفل صغير، فاللي حصل إن هي دخلت في دوامة حزن وأزمة نفسية شديدة بعد ما ابنها الوحيد اتعرض لحادثة وفقدته، فصحيت في يوم الصبح وسابت زوجها واخدت لعبة ابنها المفضلة وراحت لمكان الحادثة علشان تسيب له اللعبة في النصب التذكاري اللي كانت وهي وبعد ما عملت كده وقفت على حافة الجبل وبسبب كمية الأفكار الحزينة اللي ما كانتش عارفة تتخلص منها أقدمت على الإنتحار. لكن قبل ما تنفذ اللي في دماغها اتفاجئت براجل غريب واقف جنبها وبيبتدي احداث الفيلم الفيلم ده مسلي وجميل برغم ان بعض الافكار اللي فيه شوفتها في اعمال قبل كده على سبيل المثال جزء من الفيلم كانت فكرته شبه مسلسل ماجايفر واللي كان نزل سنة 1986 وتحديدا الموسم الاول في الحلقة رقم 11 واللي كان اسم الحلقة نايت ميرز او كوابيس واللي فيها ان مجموعة من العصابة قبضوا على ماجايفر وحقنوه بسم معين وكان قدامه حوالي 6 ساعات في انه يتخلص من المأزق اللي هو فيه وينجح وياخد الترياق قبل ما السم يشتغل في جسمه ويقضي عليه ده كان جزء اما في جزء تاني من الفيلم فكان شبه وبدرجه كبيره رائعه المخرج روبرت زيميكس وات لايز بنيث طبعا الممثله كيلسي ايزابيل في فيلم دونت موف ده ما كانش في درجه ولا قوه اداء ميشيل فايفر في الثلث الاخير في فيلم وات لايز بنيث لكنه كان جميل ومقبول بعض الشيء الجميل كمان كانت موسيقى تتر بدايه الفيلم واللي كانت موتره ادتني فكره عن النظام اللي هيمشي عليه الفيلم بالاضافه للموسيقى التصويريه عامه كانت مناسبه الى حد كبير لاحداث الفيلم وعلى الرغم من ان قصه الفيلم بسيطه جدا وابسط من البساطه كمان الا انها تم سردها وتقدمت بطريقه ممتعه ومشوقه بالاضافه كمان لزوايا التصوير اللي تم اختيارها بطريقه صحيحه وحسستني وقت المتابعه وكاني مستخبي مع البطله من الخطر اللي بيواجهها اما بالنسبه للنقط الجميله برضه ان الشرير اللي في الفيلم مش تقليدي وواقعي الى حد كبير وكان بيشبه الشرير اللي في فيلم تراب اما بالنسبه لمشاكل الفيلم اول حاجه ان بعض المواقف كانت غير منطقيه بالاضافه ان للاسف الفيلم ما كملش بنفس القوه اللي ابتدى بيها خلاصه الكلام فيلم دون موف فيلم مسلي وجميل برغم المشاكل اللي فيه <applause> تقييمي لفيلم دونت موف هو ستة ونص من عشرة واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم يا ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه واللي اتفرجوا وما عجبهمش يا ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض وقبل ما اقول سلام اللي متعود يدخل السينمات عشان يتفرج على افلام اجنبيه او مشترك في منصات اجنبيه يا ريت بلاش عشان المنتجين بياخدوا فلوس كنتو وبيتبرعوا بيها لجهات غير مرغوب فيها فانا عن نفسي افضل ان احنا نستنى شويه لحد ما الفيلم ينزل على المنصه المجانيه ونتفرج عليه وبعتذر اني طولت عليكم سلام